بخطط الفريق سواء فيما يتعلق بالتمرين او الاستعدادات الخاصه بمباراه الانتاج. شريف مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي احمد وزميلتي ساره، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايزين نعرف منك برنامج النادي الاهلي ان شاء الله الفيرست تيم لغايه مباراه الانتاج الحربي، ايه ابرز مراحل استعداد الفريق الاول؟ يمكن الاهلي بيتمرن الان في ملعب الاتش امامي، يمكن فقره الحراس امامي الاربع حراس علي لطفي وشناوي وشوبير وشريف الكرمي. طبعا تمرينه ولا اروع ولا اقوى، يمكن ما شاء الله الاربعه يمسك الخشب ماشيين كويس جدا وعاملين تمرينه قويه جدا لافته كل انظار متابعي اعضاء النادي الاهلي طبعا لهذه التمرينه. ويمكن فايلر يمكن في وسط الملعب بيعمل تمرين تكتيك للعيبه، التحركات والاستلام والتسلم والجمل، وبيحافظ اللعيبه الشغل اللي هيشتغلوا في مباراه الانتاج الحربي اللي هتكون يوم الجمعه الساعه 9 مساء. يمكن برنامج النادي الاهلي هيكون طبعا النهارده بدا التمرين كان 5:30، بكره التمرين هيكون الساعه 9:30 صباحا، ويعقبه مسحه كورونا طبعا، لان طبعا البروتوكول الطبي طبقا لتعليمات وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه ان يكون في مسحه قبل مباراه 48 ساعة. فبكره بعد التمرين هيكون في مسحه، وباذن الله يوم الخميس هيرجع التمرين تاني الساعه 5:30 مساء، ويخش معسكر في احد الفنادق في التجمع الخامس طبعا ليله مباراه الانتاج الحربي اللي هتكون يوم الجمعه. يمكن شايف على الجانب الاخر في الملعب ياسر ابراهيم بيتاهل مع الكابتن طارق، وما شاء الله يمكن البشائر كلها او الشكل العام بيوحي ان هو بيستجيب بسرعه للعلاج، ويمكن في مده قصيره جدا هتلاقيه. ربيعه كان بيتمرن النهارده مع الفريق الاول، رامي ربيعه. رامي ربيعه موجود وبيشارك وبكل قوه باذن الله، وباذن الله يكون طبعا ان في ايقاف لايمن اشرف في المباراه القادمه للحصول على 3 انذارات، هيكون في خط الدفاع طبعا محمود متولي وبجواره رامي ربيعه. ربنا يستر وتعدي الفتره دي على خير، توالي المباريات مفيش راحه خالص، كل 3 4 ايام مباراه، فربنا يستر لاعبي النادي الاهلي ويقدروا مع ضغط المباريات دي كلها يقدروا يبقى يعني ربنا يحميهم من هذه الاصابات، لان الاهلي دلوقتي ما عندوش حد خالص في الدفاع غير الاثنين دول. فباذن الله ربنا يستر والماتش الجاي يعدي على خير باذن الله. في حاجة معينة يا شريف فايلر كان مركز عليها النهاردة في التمرين قبل ماتش الانتاج؟ النهاردة فايلر كل شغل النهاردة تكتيك، تحفيز، جمل، تحركات، كلام، تسلم، كله شغل تكتيك خلاص. المدة الزمنية بتكون صغيرة جدا ما بين المباراتين، ما بيعرفش يرفع الحمل وينزل الحمل، لا بيشتغل تكتيك على طول، بيشتغل الشغل اللي هيعمله في المباراة، بيحفظ جمل اللاعبين، الكور الثابتة يتحركوا فيها ازاي، مين يتحرك في الضربات الركنية، في الجمل اللي مين اللي يستلم مين، كل شغل فني بيقوم بيه المدير الفني فايلر، بيحفظ اللعيبه الشغل اللي ممكن يعملوه في مباراه الانتاج وباقي مباريات الدوري الممتاز الفتره القادمه يعني. شريف بنشكرك شكرا جزيلا، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي واستعداداته ان شاء الله لمباراه الانتاج، ومش بس مباراه